بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نصح عيدكم الناس كل، إن شاء الله عيدنا مبروك. ما ثماش معناها كل تجربة ساعة تختلف على التجربة، لكن هو ثم مبدأ متاع خدمة أو فلسفة متاع خدمة. بالنسبة لي أنا المبدأ متاعي في الخدمة ما عنديش صغير وكبير، وإلا جديد ولا الجمعية مش الجمعية، ولا تزيري مش تزيري. دونك بالنسبة لي المجموعة الموجودة اللي في التيران الملعب اللي يثبت اللي ظهر اللي سلوكي بروف اللي عنده الإمكانيات مرحبا بيه، حتى 17 يلعب تمش مشكلة.